السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد الخضري من ماكس فيليان. اليوم راح ناخذ مانيوبليتنج داتا. احنا اخذنا انسرت ابديت ديليت، اليوم راح ناخذ ادفانس اس كيو ال ستيتمنت في المانيوبليتنج داتا. وهاي السلكت ستيتمنت اللي حنتعلمها اليوم حتفيدنا افاده جدا هائله. خلينا نشوف شو راح نتعلم بدرس اليوم. راح نتعلم يوزنج the explicit default value in insert or update statements. كيف نسوي default value؟ طبعا احنا تعلمناها، بس راح اليوم راح ناخذ شيء اضافي. وكوبي روز فروم انذر تيبل، احنا تعلمنا نسوي select statement ونسوي insert into table معين values. هلا فينا احنا نسوي insert على table using select statement، اليوم برضو حنتعلمها. وحنتعلم using the following types of multiple inserts. انه انا بمعناها انه بيكون عندي select statement واحدة، انا فيني استخدم هاي select statement اني اسوي insert على عدة tables من خلال هاي insert statement. يعني بدل ما انا اسوي 3 مثلا insert statements، لا بسوي واحدة تدخل على 3 table، وهاي جدا جدا مهمة. في لها انواع unconditional يعني غير مشروطة، في conditional، في عندي conditional first insert first، وفي عندي pivoting insert. هذول كل هالأمور حنتعلمها إن شاء الله اليوم. والمحاضرة الجاية راح نتعلم merging rows in a table، و performing flash pack operations، و tracking the changes to data over a period of time. إذن هاي هي الأمور اللي حنتعلمها. هلأ بس بالنسبة لموضوع المالتيبل انسرت، خلينا نشوف كيف بتشتغل. أنا عندي هون السنتاكس تبعها insert all، وبقول له into table معين، into table تاني، into table تالت، وهاي select بتسبيها source. إذا أنا عندي في select statement واحدة، هاي موجودة في source، هاي هستخدمها هاي select statement إنه تسوي insert على table واحد، table اثنين، table ثلاثة، table أربعة إلى آخره. إذا أنا هون وفرت على حالي، بدل ما أكتب 3 insert statement وكل واحدة تقرأ هاي select statement، لا select statement بتنفذ مرة واحدة وبتدخل على عدة tables مرة واحدة. طبعا هاي إيمتى نستخدمها؟ هاي أغلب استخدامها في ال warehouse applications. طبعا أنت هتسمع كتير بالمستقبل كلمة warehouse. شو يعني ال warehouse applications؟ بشكل عام ال warehouse is a relational database that designed for query and analysis rather than transaction processing. إذن هي عبارة عن database، لكن هاي الداتابيز مصممة لإيش؟ للكويري والاناليسز، يعني الاستعلام والتحليل. كيف يعني؟ هلا انا عندي هون مجموعة داتابيزز، مثلا عندي السي ار ام كاستمر ريليشن مديول، في عندي داتابيز للبيلينج فواتير، في عندي اي ار بي اللي هي انتربرايز ريسورس بلاننج اللي هي عبارة عن مديول الى اخره، في عندي فلات فايلز. اذا هاي عندي انا مجموعة داتابيزز كتير. هلا انا حابب اني احلل هاي البيانات واحطها في الوير هاوس، انا بكون في عندي داتابيز، هاي الداتابيز اسمها وير هاوس مثلا، هاي بتكون مصممه اني اسوي اكستراكت الداتا الموجوده هون على تيبلز معينه في الداتا وير هاوس، بحيث اني انا استفيد من هاي الداتا لكتير امور زي ريبورتنج، اناليسز، وداتا مايننج. طبعا الداتا مايننج هذا موضوع ضخم 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 جدا جدا. طيب اذا بشكل عام البروسيس اللي بتخليني انقل الداتا من هاي الداتا بيزز على الوير هاوس بنسميها ATL. هتسمع كتير في الجرايد لما يكون طالبين وظائف انه مثلا بدهم ناس خبره بالاي تي ال، اللي هي الاي تي ال اختصار لاكستراكشنز ترانسبورتيشنز ترانسفورميشنز اند لودينج. اذا هي العمليه هاي اللي بتجيب الداتا من هاي الداتا بيزز بتجمعها بتحطها اسمها ATL، بتدخلها على الوير هاوسز، فصارت عندي الداتا انا موجوده في الوير هاوسز. هي غالبا بتكون هيستوريكال داتا، طبعا بيكون في سينكرونايز انه دائما الداتا وير هاوس ما بتكون بتجيب لك الريال لايف داتا 100% انه 100%، زي انت مثلا لما يكون عندك ابلكيشنز مثلا على الموبايل تاعك، ابلكيشن هذا مثلا زي الموبايل ابلكيشنز للبنوك، فانت لو حاولت تشوف مثلا اخر 5 ترانزاكشنز حيطلع لك انه انت سويت ترانزاكشن 1 2 3 4 5. لو حاولت تسوي ترانزاكشن وبعد دقيقة تشيك على الويب سايت او تشيك على الموبايل ابس، حتلاقيها انه ما لسه ما ظهرت. مزبوط.
هذا بيكون في عندي synchronized time معين، انه مثلا بيسوي push للداتا كل، خلينا نحكي كل 24 ساعة او كل 12 ساعة، طبعا هاي حسب الـ environment او حسب الـ requirements. بس بشكل عام عشان تكون داتا سريعة في عملية الريبورتينج والاناليسز والداتا مايننج، فبيكون الويرهاوس بيحتوي على الهيستوريكال داتا قبل مثلا 10 ساعات 12 ساعة whatever، عشان يكون البرفورمانس تبعها سريع. اذا انا الاي تي ال اهم شيء الاي تي ال بيستخدموه اللي هي الانسرت اول ستيتمنت اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي هاي، فهاي كتير بيستخدموها في عملية الاي تي ال في نقل الداتا على الويرهاوس. هلا بعد ما انتقلت الداتا على الويرهاوس بقدر اسوي ريبورتينج واناليسز. طبعا اشهر هاي التولز مثلا عندك اوراكل بي اي اللي هو البيزنس انتليجنس، فبيكون في عندك ايش داشبورد بيفرجيك مؤشرات معينه على داتابيز وبيعطيك اناليسز تحليل الى اخره. طبعا هاي الجزئيه داتا وير هاوسز وهاي الجزئيه ريبورتينج واناليسز وداتا مايننج، هذا علم بحد ذاته. يعني انت مثلا لو حاولت تدخل على الابلكيشنز مثلا موبايل ابلكيشن زي مثلا سوق دوت كوم او دوبزل او واتيفر، حاولت مثلا تسوي سيرش على موبايل معين، حاولت تسوي سيرش على مثلا خلينا نحكي على سامسونج تليفون سامسونج نوت 3 او نوت 4، حتطلع لك الريزلت السيرش وانت حتسكر هذا السيرش، ولا بتفاجئ مثلا بعد اسبوع جاي لك مسج او جاي لك ادفرتايز بقول لك انه الموبايل اللي كنت تدور عليه انت قبل اسبوع نزل سعره مثلا خلينا نحكي للنص او ثلاث ارباع واتيفر، او عليه عرض. فهاي كلها عبارة عن تحليل البيانات، صارت عبارة عن علم انه انت قاعد عم بيستغلوا هاي البيانات في الويرهاوس وسووا عليها تحليلات معينة عشان يحسن الماركتينج. بيشوفوا مثلا كتير هلأ شركات بتستعين بجوجل عشان تسوق برودكت معين، مثلا خلينا نحكي شركة ادوية بدها تسوي برودكت، ممكن تستعين بجوجل تقول شو اكتر بلاد بيسووا سيرش على هذا الدواء، هيحكوا له مثلا الميدل ايست، فهم بصير ركزوا على الميدل ايست لانه عمليات السيرش كانت في الجوجل اغلبها تدور على هذا الدواء كانت في الميدل ايست. فهلا جوجل من وين بتجيب فلوس؟ لانه هي عباره عن امبراطوريه في الداتا، ففي لها كتير اهداف، واكثر ناس بيعرفوا يسووا داتا مايننج اناليسز هم جوجل. اذا بشكل عام احنا اليوم عرفنا انه الانسرت اول اكثر شيء تستخدم في الاي تي ال. طيب اذا عرفنا شو معنى مالتيبل انسرت ستيتمنت، هلا في عندي ثلاث انواع، ان كونديشنال وفي عندي كونديشنال وفي عندي كونديشنال فيرست وفي عندي بايفيتنج. طبعا كلها حنتعلمها هاي بشكل عام في المحاضرات اليوم ان شاء الله، بس في ريستريكشن معينه على انسرت اول لازم تعرفها. بقول لك يو كان بيرفورم مالتيبل انسرت ستيتمنت اونلي اون ا تيبلز، يعني هاي الانسرت اول فقط تستخدم للتيبلز، ما بصير تسوي انسرت على فيوز. طيب you cannot perform multiple insert on a remote table. شو يعني remote table؟ انه يكون table موجود على database تانية، يعني انت على database معينة ما تقدر تسوي insert على database تانية في استخدام select all. طيب you cannot specify a table collection expressions when performing a multiple insert. طبعا هاي اللي هي هذا موضوع advanced في PL SQL، وانك تستعرف ريكوردز من نوع تايب وتعرف تايبس الى اخره، حناخدها في الكورسات اللي هي البي ال سيكوال. طيب وكمان معلومه ان مالتيبل انسرت لهاي المالتيبل انسرت بقول لك كانت كومباين تو سبيسيفاي مور ذان 999 تارجت كولوم، اذا الها ليميتيشن ل 999 تارجت كولوم. طبعا هذا رقم هائل جدا، لكن في لها ليميتيشن ل 999 كولوم انك تسوي انسرت عليهم. طيب كلام جميل، هلا خلينا احنا نروح على الامثله العمليه، واول شيء نبلش بالديفولت فاليو.